احنا معانا الحاج محمد عادل، حاله انزلاق غضروفي في الفقره الرابعه والخامسه، والفقره القطنيه الرابعه والخامسه، والقطنيه الخامسه، والعجزيه الاولى. طيب احنا العيان ده كان الانزلاق الغضروفي ضغط في النص، فاثر على السياتيك نيرف او العرق النسف الناحيتين، وكان مؤثر في يعني في الجزء بتاع المخرج، حاجه اسمها السياتيك موتش، اللي خارج منها العصب. خلينا نقول عرق النسب، بفهم الناس ده عصب واخد الرجل من اول هنا من فوق لحد اخر الرجل من ورا، تمام. هو كان عنده الموضوع صعب، كان لازم بيمشي واتنين مساندينه، كان داخل يكشف عندنا كده، هنوريكم دلوقتي. قول لهم الاول انت وبعدين نوريهم مشيتك لوحدك. نحمد الله على كل شيء. كان عندي الانزلاق الغضروفي على فكره، احنا عملنا 5 جلسات وعملنا حقن للالتهاب العصب مرتين اثنين بس، احنا لسه يعني كمان ما خلصناش معاه. وان شاء الله كنت بمشي مع السند على اثنين، النهارده الحمد لله ما فيش اي تسنيد جنيه على حد ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. طب احنا عايزين نشوفك وانت ماشي. هو وقف لوحده، قام وقف لوحده. يا جماعه كان لازم حد ينزله ويطلعه، ما شاء الله، بعد 5 جلسات من علاج الانزلاق الغضروفي وعرق النسا. وريني المشيه الحلوه بقى كده لوحده. سيب السرير تمام، هنسند خالص. طبعا هو كان بيمشي حد سنده، لان كان الالتهاب في العصب كان شديد على الناحيتين، اللي هو عرق النسا والانزلاق الغضروفي. مش هقدر امشي 3 متر. ما كانش بيقدر يمشي 3 متر. طب تعالى عندي شوية بقى. عايزين نوري الناس المشية الحلو. اهو شايفين يا جماعة كده، بعد 5 جلسات وحقن الالتهاب العصب بالحقن الايوني، بجلسات الحقن الايوني، ده جهاز امريكي بيحط فيه دواء جوه الجهاز مضاد للالتهاب، ما شاء الله وصلنا للنتيجة دي في 5 مرات بس. وسن كبير. وسن كبير، احنا كلنا شباب. ما شاء الله. لا انا مبسوطه جدا جدا ان هو كان داخل متسند، و5 جلسات قدرنا نوصل للنتيجه دي. علاج الانزلاق الغضروفي يا جماعه بدون جراحه، بدون مشاكل الجراحه، عملنا له وجه ولحق نفسه قبل ما يدخل في انه يتاثر عليه اكتر من كده ويفقد القدره على المشي، لان هو كان فعلا داخل متسند من الناحيتين. صح؟ الحمد لله. الحمد لله. شايفين انا متعمده اتكلم وهو واقف عشان اوريكم. الحمد لله. مشكورك يا جماعه.